بيه، وهنشوف برضو في افضل لاعب في المباراه البيست بلاير، وهي الجائزه التي تقدم عقب نهايه كل لقاء لافضل لاعب في المباراه. هل يا ترى هيكون مين؟ حد من نجوم منتخبنا الوطني، ولا هيدوها للكابتن يحيى يوسف نجمنا اللي مشرفنا مع الكابتن هيثم السعيد ومع الكابتن عمرو فتحي في استوديوهاتنا اللي هتنتقل اليهم الميكروفون بعد قليل. وفعلا علي زين بيتسلم جائزه افضل لاعب في المباراه. مبروك علي، مبروك منتخبنا الوطني. شكرا لحضراتكم متابعينا الاعزاء، على امل اللقاء بكم مره اخرى. وكان معكم معلقكم الرياضي ايهاب رجب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.